السلام عليكم، معكم حمزة من أحمد من مدينة مكناس، 16 سنة، مغني راب إلمبي. أخويا هذا الراب بديتو في عشان نقول لك هي أنا بديتو غير كنت مزك جيستن بيبر شحال هذيك صغير مازال ما تنعرف والو، يلا هي كانت مزك بحال هكايا حتى ديك 2015 عاد بديت الكتابة بحال هكايا. ما كان خويا الناس عنده الماتريال بحال هكا كنريح معاه تما فين بديت كن كتكتب راسك ولا كيكتب لك شي حد؟ لا كنكتب راسي شنو هما المواضيع اللي كتناقش في الراب ديالك؟ انا الوضعيه اللي كنعيشها انا واللي كيعيشوها الاف ديال الناس المغاربه. شكون اللي عاونك في هذا الشيء اللي كدابا كدير؟ خويا الكبير كنت كنكتب هكا في 2015، بديت الكتابه حتى 2018. ديك الساعه ما كنعرف والو، يلا بعدي يلا بادي سير قول لي السؤال اللي عندك. صوت خلاص صوت كعاب بحال تهضر عاد. راني فهمت راني فهمت صافي مرتاح. احنا عربين ما نومو ما جرنو اولادنا احنا ينموتو بالجوع اصلا يا اصلا فعلا